ويسعد القلب دوما بلقاء أغلى جمهور في الدنيا، جمهور برنامج أبشر بالخير عبر الوطن العربي والخليج العربي بل عبر كل دول العالم. نلتقي اليوم معكم أحبتي الكرام في برنامجكم الأسبوعي أبشر بالخير، الذي يعنى بتأويل الرؤى من منظور نفسي واجتماعي وشرعي. هذا البرنامج نستقبل فيه الاتصالات من حضراتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا، من داخل دولة الإمارات 0922223 5، ومن خارج الدولة 00971922223 5، أرقام مميزة ما شاء الله. أما بالنسبة للتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندكم 3 قنوات. أول حاجة قناة اليوتيوب باسم تفسير الأحلام مع الدكتور أشرف العسال. الوسيلة الثانية الفيسبوك، الفيسبوك الصفحة الرسمية لقناة الفجيرة تي في، أيضا الصفحة الرسمية لأخوكم اسمها قناة اسمها تفسير الأحلام مع الدكتور أشرف العسال. حبة الكرام، كما تعودنا قبل أن نتواصل في تفسير الرؤى والأحلام، نأخذ قبس اجتماعي نفسي إيماني من قصة سيدنا يوسف. وقفنا عند مشهد عزيز مصر لما قال لزوجته واكتشف جريمة الخيانة بتاعتها، قال لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. استغفري لذنبك. الله، بعض العلماء بيقولوا إن الرجل ده كان عنده فهم ويمكن عنده يعني دراية، هل تعلمها من سيدنا يوسف؟ هل هو يعني هذا الرجل كان عنده مبادئ معرفة إن في ذنوب وفي خطايا وفي رب بيحاسب؟ استغفري لذنبك، هتستغفر مين؟ رب وإله. وبعدين عارف إن في خطيئة وعارف إن في إنك كنت من الخاطئين. لمحات من كلمات العزيز تبين أنه يعرف أن هناك حساب، أن هناك خطيئة، أن هناك ذنب يجب أن يستغفر العبد منه. واللمحة الثانية في القصة لما ربنا بيقول في الآية اللي بعدها: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. الله، ده الخبر انتشر، ده نسوة في المدينة يعني بيتكلموا على امرأة العزيز. كيف خرج الخبر؟ مهما علت الأسوار ومهما أغلقت الأبواب، احذر أيها الزوج وأيتها الزوجة، احذروا الخناقات والمشاكل أمام الخدم وأمام المساعدين أو السائق اللي في البيت. ما هو مين اللي ممكن يطلع الأسرار دي وينشرها في الحي وفي في 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 العيلة كلها؟ خدم، سائق. ليه ما نقفلش على نفسنا باب لما يكون بيننا خلاف أو مشكلة؟ القرآن الكريم ما نزلت آياته إلا عبرة وعظة لحياتنا حتى الاجتماعية. ليه تكلموا على امرأة العزيز؟ كيف طلع الخبر؟ طلع من اللي شغالين داخل قصر العزيز. فنخلي بالنا حتى نبعد بخلافاتنا عن أولادنا. ده الأجانب يا جماعة بيعملوا حاجة اسمها the time for solving the problems، وقت الحل المشاكل. يجوا يتخانقوا، لا معلش بعد إذنك احنا إن شاء الله يوم الجمعة الجاية من الساعة كذا للساعة كذا نقعد نحل مشكلتنا. أظن الكلام ده بنسمعه وبنقول ده أحلام. أنا بكون بتخانق معاها وأقول لها يوم الجمعة نحل مشكلتنا. أيوة، لأنك في ساعة غضب الآن، ولكن إذا أخذت وقت ربما هدأت النفوس واستراحت القلوب فتحلت المشكلة بسهولة. القرآن الكريم بيعلمنا، سبحان من أنزل هذا الكلام. حبة الكرام، بعد هذه العبرة وهذا القبس من قصة سيدنا يوسف، تعالوا لنستقبل اتصالات حضراتكم من على يعني أنا النهاردة يعني كنت بقترح على يعني سبحان الله فريق العمل بتاعنا إن إحنا نبدأ، يعني ليه ما نبدأش النهاردة بالفيسبوك، نعمل تغيير شوية يعني، وخلي الاتصالات بعد شوية يعني. نستأذنكم، ممكن تسمحوا لنا يعني أستاذ مهند؟ طيب أوكي، زاك الله خير. نغير شوية الفيسبوك واليوتيوب، أعداد كبيرة بتدخل وبيزعلوا مننا الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بتقول السلام عليكم، ده على اليوتيوب. رأيت أن طليقي دخل بيتي ليصطحب. أنا بقيت لقيها ظاهرة غريبة يعني، كل الأحلام النهاردة طليقي، أنا مطلقة، تطلقت، وبعدين تقول الحلم يعني بقى كأن ظاهرة الطلاق بقت هي، مش عارف، سبحان الله. نسأل الله هداية الأزواج والزوجات عشان عيالهم يا رب. المهم بتقول: شفت طليقي دخل بيتي ليصطحب أبنائنا للنزهة، ووضع في المطبخ سلة كبيرة مملوءة بالمكسرات، وفي الصالون وضع أريكتين جميلتين بارك الله فيكم. يا سلام، دخولوا بيتكم عشان يصطحب أبنائك للنزهة. الرجل ده عايز يرجع، والله أعلى وأعلم، باين من رؤية جدا عايز يرجع.
وعايز كمان ياخد ولاده لنزهه، يعني عايز يعيشكم عيشه كريمه افضل من اللي انتوا فيها. وبعدين وضع في المطبخ سله مملوءه بالمكسرات، وفي الصالون اريكتين جميلتين. الراجل ده ناوي على خير، فالله يبارك لك اذا كان قدم الخير وقدم، ويقول لك ربنا تبارك وتعالى بيقول وان جنحوا للسلم فاجنح لها. بلاش نتعالى وتكبر على شريك الحياه اللي يعني هتبدأ من جديد. في مثل يقول لك اللي نعرفه احسن من ما نعرفوش، عرفت عيوبه ومزاياه ارجعي له، ربنا يكرمك يا رب عشان خاطر العيال. المهم فشكلها كده، والله اعلم زوجك او طليقك سيعود اليك مره اخرى، فافتحي الباب لهذه العوده. حلمت امي، انا هاخد 3 يوتيوب 3 فيسبوك. حلمت امي، حلمت امي ان امها الميته كانت تبكي عندما راتها. يمكن انا فسرته سابقا الرؤيه دي قبل الهوى، هي يعني بس خليهم يستفيدوا بينها المشاهدين معانا. لما ميت يبكي على حي، الميت بيبكي في المنام على الحي، معناه ايه؟ اشتياق قد يكون، او قد يكون نوع من انواع الحزن على حال الحي. وامتى الميت يحزن على حال الحي؟ لما يكون الحي بيرتكب حاجه خطا. ايه ده؟ هم في عالم الاموات بيحسوا؟ طبعا طبعا. يقول العلماء ان الميت يفرح لطاعه اهله ويحزن لمعصيتهم. بل على في روايات هتلاقوها مكتوبه في كتاب الروح لابن القيم، يقول لك الميت بيفتخر بين اخوانه من الاموات بان ابنه بيحفظ قران، بنته بتصلي، يا سلام ربنا كرمها اتحجبت، يا بنتي راحت عملت عمره، ده ابني تصدق وعمل عمل خير وكفى الايتام. يفرح زي ما بيفرح بيك في الدنيا، ما بيفرحوش بالشيكات والعمارات والبنايات. خلاص ده في عالم الاخره اللي بيبص للي ينفعه. فاسال الله تبارك وتعالى ان يرحم امواتنا يا رب واموات المسلمين ان شاء الله. فوالدتك مشتاقه او انها بتنبهك ابعدي عن اي ذنب وازدادي في طاعه الله تبارك وتعالى. اخر واحد من اليوتيوب بتقول حلمت اخي اصبح اعمى واغمي عليه وعلاجه بقى ابي بقران انا عزباء. طيب ما هي الرؤيه مفسره نفسها. العمى في المنام واحد يغمى عليه ربما يكون معناها انه شخص يعني بعد شويه عن طريق ربنا. ما هو البصير في القرآن مش مقصود البصير اللي بيشوف بالعينين. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى هنا مش عمى العيون، عمى البصيرة. فيمكن بعد شوية عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، يمكن أخوك يعني أغمى عليه طبعا متعرض لبعض الأذى، فعلاجه في إيه؟ علاجه في قراءة القرآن زي ما انت شفتي والدك قرأ عليه. يا ريت والدك فعلا في الواقع يقرأ عليه آيتين، ويا هنا اللي ربنا يديه اب كده يكرمه بالقران ويرقيه ويقرا عليه. يا سلام يا سلام. زمان كانت البيوت بيتربوا الاطفال على القران، بيتربوا على الذكر كده. كان محفظ القران ده او مدرسه القران في البيت عامل زي يعني اساس زي الفطار والغدا والعشاء. النهارده لا، اصبح الساينس والانجليش والماث هو الاساس. قران مدرس لغه عربيه يعني بقت ايه الحاجات دي؟ صعب دلوقتي تلاقيها. فما ينفعش. انا ما بقولش ما نتعلمش لغات، لا، اوعوا تفتكروني دكتور رجعي يعني، لا، نتعلم اللغات ونتقن كل العلوم، ولكن علم الدين وحفظ كتاب الله، من اراد الله به خيرا فقهه في الدين كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام. فده مهم يعني. طيب نيجي بقى للفيسبوك عشان ما يزعلوش مننا، بارك الله فيكم. بتقول شفت، لا انا شفت انه حلم طويل فمش هفسره، خلينا في الحلم قصير شويه. السلام عليكم، شاركت البسمه معنى رؤيه قبر صغير واستخرج السحر منه لصديقه لي تعاني من السحر بعد رقيه نفسها. ما تروحيش تدوري، حتى لو صديقتي ديك بتعالج نفسها، ما تروحيش تدوري وتقولي ايه اروح ادور في المكان اللي شفته في الحلم لا. المنام معناه انه صديقتك تلتزم بقراءه القران والتحصن بكلام الله تبارك وتعالى كويس، وهو ده هيكون العلاج ليها لو هي مأذية بأي أذى إن شاء الله تعالى. بس آخر حلم ناخده، أمي شافت بأن جدتي أم أبي قامت بإيه؟ قامت بقرص، بقرصها. يعني قرصتها، ما هي قرصتها دي لو هي نيتها كويسة يبقى مش يعني متلخبطة بصراحة،
وضح المنام لانه مش باين قوي. بارك الله فيك. طيب بعد اسئله الفيسبوك واليوتيوب نسمح بقى للاتصالات لان تراكمت الان علينا. معانا اختنا امل من الجزائر. السلام عليكم اخت امل. مرحب بمتابعينا من الجزائر. اخت امل، يا اخت امل، السلام عليكم. امل من الجزائر، السلام عليكم. لا اسمعها الاخت امل. طب انا امل صوتي مش وصل لها الجزائر، لو حد يوصل لها ها تحاول ان هي تتكلم تاني. الاخت امل السلام عليكم. السلام عليكم. لو هي سمعانا انا مش سامع، انا مش سامع. طيب معلش شوفوا الموضوع الخطوط. طيب ناخد اللهم صل على سيدنا محمد حلم تاني من الفيسبوك لان ظهر فيه شويه في الخطوط عايزه تظبط. بتقول اللهم صل على سيدنا محمد، ايوه، رايت حماتي لا رايت رجل اعرفه في الحقيقه واميل له عاطفيا، جاء الى البيت معه زجاجه عطر وبنت صغيرة اسمها امال، كأنها ابنته كويس. وتلك الفتاة عليها لباس اسود، يعني فستان اسود تحت وفوقه مش عارف ايه، متزوج له ابناء كبار ومن بلد اخرى. شوفي اسم امال هو اللي يعتد به في الرؤية، امال من تحقق الامال. اسأل الله تبارك وتعالى يحقق املك ان شاء الله تعالى وتصلي الى ما تريدي باذن الله. طيب بتقول حلمت انه قفص، القفص كله كانه في داخله ايه، سلم مثل الدرج فيه ثلاث بلابل، البلبل الاول اسود كانه غراب، بعد سلم واحده بعد سلم الثاني اخضر وطويل وقريب من الاسود، والثالث بعيد وصغير، المهم ابيض واجنحته صفراء، واعطيت البلابل ماء البلبل الاسود فقط شرب ماء، ما عندي أولاد، رفعت ورق الطلاق. انت دخلت الدنيا في بعض، يعني ما عندكيش ولاد ورفعت قضية طلاق، انت عمالة تلخبطي، يعني في لخبطة، اختلاف ألوان البلابل في المنام لخبطة في أمورك يا بنت الحلال. اقعدي مع حد يرسيك على حل. أنا بزعل من كتير من النساء اللي بتاخد قرار الطلاق ده من نفسها، أو بتاخده بإيه، بوزة او انتبيوتيك من مطلقه. ما واحده مطلقه دي هتفيدك بايه؟ ما هي شايله من الدنيا، كارهه رجاله الارض، فهتنصحك بايه تفتكري؟ تقول لك والله ارجعي له؟ لا، خدي النصيحه من اهل العلم، مستشار اسري، طبيب نفسي، واحده متخصصه، حد عاقل، عالم، رجل دين، اي حاجه. لكن ما نحلش مشاكلنا الزوجيه على الكوفي شوب مع مطلقات، اسمحي لي. ما نحلش مشاكلنا الزوجية في قعدات على تليفونات بالساعات أو على المنتديات. بعت السؤال أنا أعمل إيه كذا كذا، ادوني الحل. طب ولا يدوك الحل دول متخصصين؟ ده النهاردة يا جماعة الواحدة بتتحسد على زوجها اللي بيعملها كويس. اسمعوا مني بتكلم أنا من واقع كراجل متخصص. يعني اللي بتروح تحكي دي أسرار بيتها وجوزي جاب لي وسوالي، أسبوع هتطلقي لأنك عمالة. ما التانية دي محرومة من اللي انت بتحكيه، فخلي بالكم من النقطه دي. طيب ناخد حلم من الفيسبوك من اليوتيوب. بتقول حلمت اخي اصبح ده مش باين المنام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حلمت اعطر ابي المتوفي، بصوا المنام ده غريب قوي، بدهن العود، وكان ينظر الي وهو مبتسم، وكنت اقول له انه ساعطره منه عندما يريد الذهاب مع اصدقاء. بتعطر والدها المتوفي بدهن العود. انتوا عارفين العطر اصلا يعني ايه في المنام؟ العطر سمعه طيبه. طب والدها متوفي، ايه علاقته بالسمعه الطيبه ودهن العود؟ معناه ان انت يا بنتي يا صاحبه الحلم انت تقومي باشياء طيبه في حياتك واعمال صالحه، كانك من سيرتك الحسنه كان ابوك اللي هو بيتعطر. مش احنا في المثل بنقول ايه؟ يسلم الأب اللي ربه، صح ولا لا؟ بنقول ليه كده على شخص مؤدب، بنت محترمة، بندعي لمين؟ بندعي للأبوين. فيبدو أن العطر
فرحة أبيك بسيرتك الحسنة بين الناس. ربنا يزيدك يا رب. طيب السلام عليكم. رأيت أني رأيت أني آكل أرز مع أختي وبنت عمتي. شوفوا أي أكلات تبقى زي الأرز حبات، أو حتى الأكلة المغربية اللي هي الكسكسي دي بيقولوا عليها، كل الحاجة حبات في المنام دي مال، لأنها حبوب. حتى البقول في المنام، البسلة، الفول، كل الحاجات، التمر، كل ده مال، مع أن التمر لوحده يفسر بالمال أو بالعلم أو الشفاء. سبحان الله، التمر فيه الثلاثة دول، علم ومال وشفاء. نعم. طيب ناخد حلم ثالث من اليوتيوب. ما شاء الله أعداد اليوتيوب ارتفعت كتير جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلمت رأيت ولا حلمت؟ اختاري. حلمت ان اختي اسمها فوزية قطعت يدي من الكف وبعدين ايدي رجعت بنفسها تلتحم وانا مطلقة. فوزية قطعت ايدك، هو الايد هي ايه؟ والدراع والعضد وكل الجزء ده يعبر عن الاخ او الاخت. قطعه معناها مشكلة صارت وقطعت الرحم بينك ومن حد من اخواتك، بس ترجع تتركب تاني، يعني الرحم دي هترجع تاني. كأن المنام بيقولك لا تقطعي كفك ولا يدك، يعني لا تقطعي صلة أرحامك بإخوتك وأخواتك. يا جماعة الأرحام، الرحم ينادي علي الله تبارك وتعالى، يقول لأصلن من وعزتي وجلالي لأصلن من أصلك ولا أقطعن من قطعك. صلة الأرحام مهمة جدا جدا، سبحان الله، وجاية في المنام بالشكل ده. طيب ناخد حلم كمان من الفيسبوك. السلام عليكم، شاركت البث. حلمة خالتي ان امرأة قالت لها قولي لبنت اختك ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خلي تدعي هذا الدعاء، يعني خليها تدعي هذا الدعاء: لا اله الا الله الحليم العليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض، رب العرش العظيم الكريم للحمل، وأنا متزوجة وليس لي من أطفال. طيب جميل، أخدها قاعدة كده. من يرى في المنام صورة من صور القرآن أو آية من آيات القرآن أو دعاء معين، دعاء طبعا يكون دعاء سليم، يعني ما ينفعش يجي في المنام مثلا إيه دعاء يكون حد بيدعي باسم مش معروف من أسماء الله الحسنى، ما ينفعش. اللي يدعي بأدعية يعني مقبولة شرعا أو آية أو صورة، فعليه أن يحافظ على هذه الصورة في الواقع، يقراها ويحافظ على هذا الدعاء، فربما يكون في هذا الدعاء سر رباني عظيم لإجابة الدعوة، وأن ربنا يديك اللي بتتمنيه من الحمل والإنجاب. وأنا دايما أوصي الناس اللي بنفسها ربنا يكرمها بالحمل تقرأ سورة مريم كتير. حبة الكرام، بعد هذه الأحلام الجميلة خدناها من فيسبوك واليوتيوب واخدين أجازة شوية من الاتصالات، نذهب الآن إلى فاصل ثم نواصل، فانتظرون. أهلا بحضراتكم، رجعنا لكم من جديد. يبدو أن حد من الفيسبوك واليوتيوب قاعد يدعي أن الخطوط، يعني فإحنا بنعتذر في خلل فني في الخطوط، بيتصلح دلوقتي إن شاء الله، ربما نعيد لأن أنا مش بسمعهم بس الجمهور سمعني يعني على الخط، فإن شاء الله يتصلح دلوقتي. وهي فرصة اليوتيوب والفيسبوك اللي هم يعني زعلانين. بتقول أنا مطلقة، ليش تقول لا تطلب من المطلقات النصيحة؟ ما فاهم عليك، ليش تقول تطلب مطلقات النصيحة؟ طبعا بنصح المطلقات، طبعا بنصحهم يرجعوا. طبعا ايه زعلانة انت انها ترجع لجوزها ولا ايه؟ مش فاهم، فاهمين الله يكرمك. المهم بتقول الحمد لله على السلامة يا دكتور، والف سلام عليك، شكرا جزيلا على كل اللي شاركنا، لاني كنت مريض يوم السبت الماضي وما طلعتش بس مباشر. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. حلمت اني باطل نصف بطة. يعني ايه باطل نصف بطة دي؟ ايه باطل دي؟ اللغة دي حد فاهمها يا جماعة؟ ما يمكن لغة مش قادرة فهم يعني ايه باطل، يعني بتاكل يعني ولا ايه؟ مهم
يعني اكتب لغة عربية لك. واحدة بتقول ما تفسير رؤية القط في المنام؟ القط، أيوة، القط يقال أنه كسائر الحيوانات أعزكم الله مثل الأسد والنمر والجمل كلها في المنام تمثل الشيطان، يعني كوابيس لا تعير لها بالا. نعم، نيجي لتفسير من اليوتيوب بقى عشان خدم الفيسبوك أخطر من ثلاثة. بتقول السلام عليكم، حلمت أن أحمل في يدي، وعليكم السلام، حذاء، شاركوا البس يا جماعة لو سمحتوا، حذاء أسود ذو كعب عالي لم ألبسه وأنا مطلقة. عزك الله، الحذاء يعبر عن خاطب أو زوج يتقدم، وهو أسود من السؤدد يعني غني، سؤدد الغنى، كعبه عالي يعني صاحب مركز أو منصب اجتماعي. لكن انت ما لبستوش يعني لسه الموضوع ما تمش، بس ده التفسير بكل بساطة ودقة، والله أعلى وأعلم. طيب بتقول حلمت حلمت اتنين، شو ما فاهم عليك يا جماعة، اكتبوا لغة عربية يعني، انا هفك الخطوط يعني، مش فاهم، اكتبوا لغة عربية. دكتور حلمت ان وجهي احمر وفي حبوب رقيقة وانا كنت حزينة، انا عزباء وموظفة. طيب خدوا بالكم، الوجه لما يظهر فيه بقع زرقاء حمراء سوداء ده بنقول عليه حسد وعين في الواقع، ويجب على صاحب الحلم ده او الرؤية انه يحصن نفسه بالقرآن، كويس. اما ظهور حبوب اللي هي بتبقى بارزة في الوجه او في الجسم ده يدل على دخول مال ورزق، تخيلوا، بص الفرق، دخول مال ورزق على صاحب الرؤية. فان شاء الله ربنا يزيل همك ويدخل عليك المال او الشيء اللي يسعدك يعني ماديا او معنويا. نعم، بتقول عزباء حلمت اعمل حلمت بشخص اعرفه يقف امام مقبرة مظلمة وناديت عليه وقلت له بلاش ثلاث مرات، بلاش ايه طيب، ثم وضع قدمه ليدخل رش على وجهي ماء حارقة، مادة حارقة، وبدأ يصرخ مين هو اللي رش عليه. مش عارف ليه اللي بيكتب الحلم بيفترض ان انا هكمل المبني للمجهول اللي كاتبه يعني، وبدأ يصرخ وجاء أمامي ونزع يده ورأيت وجهه وكان به بقع حمراء وسليم. يعني بقع حمراء وسليم، الحلم متلخبط قوي، بس اللي أنا قادر يعني أستوعبه أنه الشخص ده يحتاج إلى أنه هو يعني صلي يقرأ قرآن يلتزم يعني أكتر، لأن داخل مقابر وبيحرق وجهه وبيصرخ، كل دي علامات بعد الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، وده والعياذ بالله محتاج يقرب لربنا باختصار عشان ما طولش عليك. طيب ناخد حلم ثالث وبعدين نروح الفيسبوك. بتقول شاركت البث، السلام عليكم، سمعت صوت يقول وكأن وجبها، وكنت أقول معاه معروف أو بارز، أفيدوني جزاكم الله. طب إذا كنت أنت فهمت اللي أنت كتباه صدقيني أكون أنا فهمته، إذا حد فهم من اللي سمعني يقول لي يا جماعة لغة عربية، بارك الله فيك، حفظك الله يا دكتور. مطلقة حلمت بأني أرقي نفسي بشرب الريحان. سبحان الله، الريحان والنعناع والمرمرية، ما عرفش ليه اسم تاني بالفلسطيني كده، لو حد يديني من كنترول يكون أردني وفلسطيني، احنا بنقول عليها مرمرية بس ليه اسم تاني، اسمها ايه؟ ميرامية. بارك الله فيك مصورنا الغالي اللي عدلي. التلاتة دول في الحلم أو في المنام، أو خلي بالكم التلاتة دول لعلاج أمراض البطن، تمام؟ فلما يجي في المنام حد بيشربهم أو بيرقي نفسه بيهم، معناه أنك في الواقع استعملي مش الريحان بقى، الحاجات اللي هي بتكون مفيدة للمعدة ومفيدة للبطن، النعناع مثلا على سبيل المثال ده كويس جدا، المرمرية معروفة، فهذه الأشياء الطبيعية أحسن بقى من الحاجات اللي بتبقى كيميكال وبتاع. فالحاجات الطبيعية سبحان الله بدأوا يعودوا إليها الآن العلماء والأطباء يعني. نعم، ناخد من الفيسبوك حتى ما يزعلوا، شوفوا الأخت ليلى بتقول لكم شاركوا البث اللي تعم الفائدة واعملوا لايك واكتبوا الحلقة الاجتماعية. شكرا يا أخت ليلى على متابعتك معانا ومساعدتك لينا. واحدة بتقول حلمت إني ده ألمة، أنظر من شرفتنا إلى منزل جيراني وكان في غاية الفخامة والتصميم الراقي والتكنولوجيا، وكنت منبهرة، وبعدين زي ما يكون ضغطوا على الزر فاختفت طوابق المنزل بشكل تكنولوجي، أصبح
مسبح خاص بالمنزل في غاية الفخامة، ويسبح به ابنهم اسمه مالك، وهو متزوج موظفة وعزباء. الناس دي هيحصل والعلم كله عند الله في حياتهم نوع من التغير وقفزات اقتصادية، قفزات مادية في حياتهم للأفضل. هل هيطلع عندهم حد من أولادهم متفوق؟ هل هيشهرهم؟ هيكون لوضع معين اجتماعيا؟ الله أعلم، بس في قفزات في حياتهم كويسة، الله أعلم وأعلم. طيب ناخد واحد كمان. السلام عليكم، حلمت بوضع خيط صوف، وعليكم السلام، وردي في حزامي، وقلت أعقلها وتوكل، وكان هذا الخيط أصله من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا وإخواني أيضا فعلوا ذلك. خيط صوف وردي في الحزام، وقالوا لك أن ده شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، بس كيف يكون خيط صوف، كيف يكون من شعر الرسول؟ شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ناعما، فليس هذا من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يختلف المنام بتاعك دوت، وأرى أنه لا تأويل له، العلم كله عند الله. حلمت أن أكل شوكولاتة، أيوة جالاكسي كمان، يعني محددة النوع، يعني لو دارك أنا كنت قبلت أفسر الحلم يعني، لكن جالاكسي مش عارف. المهم طبعا أكل الشوكولاتة معروف، وأكل الحلويات معروف، الشوكولاتة، الحلويات، الكيك، الكنافة، قطايف، عارفينها كل أنواع الحلويات في المنام، تدل على خبر سعيد يستلذ بسماعه صاحب الرؤية كما يستلذ من يأكل الحلوى بأنواعها بقى، حتى الملبس والشوكولاتة. نعم دكتور احنا نتصل، كيف يقول ما في حد يتصل؟ ما انا عارف ان انتوا بتتصلوا، بس هو في خلل عندنا احنا مش من اتصالاتكم، انا عارف ان في ضغط اتصالات، لكن يبدو في تكنيكال معين، ان شاء الله يتظبط، اذا ما تظبط نعيش مع الفيسبوك واليوتيوب، لان الحلقه طبعا بقالنا فتره ما عطناش فيسبوك واليوتيوب. فناخد حلم كمان من احلام الفيسبوك وبعدين نروح على اليوتيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام، انا حلمت اني احمل في يدي حذاء اسود ذو كعب عالي لم البسه. لا انت جبتيه هنا على الفيسبوك، وكمان على اليوتيوب انا جاوبته من شويه، فنروح لغيره. حلمت انه في الحي، انه في الحي والعريس زنجي غني ذاهب بسيارتين سوداويتين فاخرتين للعروسه. خلاص يا ست، اللون الاسود مستحب، حتى لو كان هو لون اسود وسيارته سودا. السواد في الرؤيه من السؤدد، ما تفسروش السواد في المنام تفسيرات متشائمه. الوحيد، اللون الوحيد اللي يزعل في المنام اللون الاحمر. اللون الاحمر دليل النرفزه والعصبيه والغضب، واللون الاصفر قد يدل على شده الغيره عند احد الاطراف، زوج او زوجه. اما الابيض والوردي والبنفسجي واللون الاسود، سبحان الله كله مستحب، اسود والابيض. طيب ناخد بقى من اليوتيوب عشان ما يزعلوش، ما شاء الله الفيسبوك واليوتيوب ولع، الناس بقى مصدقت، معرفش، عايز اعرف مين اللي دعوته مستجابه، دعا على الاتصالات وعشان نتواصل معهم على مواقع التواصل. انا قابل برضو ما عنديش مشكله. رايت طير ابيض يحملني من راسي مطلقه، طير ابيض شايلها من راسها وهي مطلقه. اللي اقدر اقوله لك من تفسير المنام ده، حافظي على مالك من التبذير، وحافظي على دماغك من التشتيت. وصلت ولا اقولها تاني؟ طائر بيشيلها من راسها وهي في الواقع مطلقه. حافظي على مالك من التبذير والاسراف، وحافظي على دماغك من التشتيت. ما تديش دماغك لحد، يا جماعه دايما اقول في برامجي ما نديش دماغنا وعقلنا لغيرنا، فكري بنفسك، خدي قرارك بنفسك. ما عندكيش قرار، ارجعي لأهل التخصص، بلاش نرجع ناخد قراراتنا من أنصاف المثقفين وأرباع المتعلمين، ربع متعلم يعني، هيديك نصيحة ازاي؟ ولا صديقة تكون هي عايزة لينصحها وراح تسأليها، ما ينفعش. طيب عزباء، ذهبت أنا ووالدتي إلى السوق ودخلنا في محل ستاير بتقولوا اشترينا ستارة بيضاء لونها بيضاء اللون، فيها قليل من اللون الأحمر، لسه متكلم عن اللون الأحمر. طيب
وبها ورود وطويلة. فقالت أمي لأختي سوف تذهب، ماذا سأعطيها؟ فقالت نعطيها ستارة اللي اشتريتها. فقلت لا. قالت لا نديها الستارة. فقالت لا. هذا المنام يدل على شيء من الغيرة بينك وبين أخواتك. الستارة هنا إما ستر مال، فلوس عايزة تديها أمك لأختك، أو ستر خطوبة وزواج. أوكي، فما ينفعش أنا كأخت أمنع. فلما تيجي في المنام تمنعي إن أختك تاخد الستارة، في غيرة بينكم وبين بعض، ودي بتحصل بعض الأخوات. خلي بالكوا إحنا نعرف بعض الحالات جات لنا من مشاكل أسرية، أخت تسعى لفركشة زواج، فاهمين فركشة يعني بالمصري؟ يعني تسعى لتخريب جوازة أختها. ليه؟ عايزة هي اللي تتجوز الأول. ينفع الكلام ده؟ دي أختك، ده لازم أنت ولا أنت يعني يكون الأخ أخ 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 يعني مقدم في كل شيء. ولذلك ده دور الآباء من الصغر أن يعلموا أولادهم حب بعض. هات هدية كده إن شاء الله بخمسة درهم، قلت تعالي يا حبيبة قلبي أخوكي أو أختك جايبة لك الهدية دي من سن 6 سنين و5 سنين، حببوا العيال في بعض. مش حبيبي، أيوة جدع يا ولد، اضرب أختك، أعطيها بالبنية يا ولد، الله يديك أنت بالبنية في وشك يا أخي. هذا تعليم للعيال، اضرب أختك. وتيجي تكلم الأب تقول أيوة لازم هذا الولد يطلع قوي ويطلع له كلمة على أخواته. له كلمة على أخواته يا أخي، حبب الأخت في أخوها والأخ في أخته. ده الدين بيأمر بكده، فدي قضية مهمة جدا من الصغر لابد أن نبنيها. طيب اليوتيوب برضو بتقول، ناخد آخر واحد من اليوتيوب وبعدين نروح على الفيس. شاركت البث، رأيتك واقف عندي بالمطبخ. انت بتكلمين انا الاخت ابو يزن ولا ام يزن؟ المهم طيب اما اشوف اخرة الحلم واقف في المطبخ. انا عامل دايت دلوقتي يعني، فمش عارف بقى الحلم ايه. طيب واقف في المطبخ وكنت اغسل دجاج، بتغسل الدجاج، وكان ابيض ناصع، وكنت اغسله تحت صنبور الماء. طبعا تغسله. طب وبعدين؟ المهم ثم تحول إلى صوف، وكنت تنظر وأنت مبتسم. متزوجة أبحث عن عمل ولدي 3 أطفال. وجود معبر رؤى أو عالم دين أو حد فاهم شرعا يعني في أمور الدين في المنام في المطبخ وانت بتغسلي دجاج وبعدين تحول لصوف وهو مبتسم، ابتسامة العالم أو المعبر أو الفقيه في المنام تدل على ان صاحب رؤية بيعمل حاجه كويسه في حياته، لان دول اهل علم، علم ديني يعني، فقيه والعالم والمعبر بيعمل حاجه كويسه. بس يعني ايه الدجاج يتحول الى صوف؟ دي غريبه شويه. ان كان يدل على شيء هذا المنام فانما يدل على انك يجب عليك ان تحافظي على رزقك ولا تأخذي رزق فيه شبهة. تمام؟ خدش رزق فيه شبهة. شغلي شغل جوزي ما تبقاش الواحدة همها بس يجيب فلوسه بس، ومش عارفة واجيبها منين ولا حلال ولا حرام. تعلموا من النساء، زمان كانت تقول له يا زوجي تعالى كده قبل ما تروح الدوام، وقفله على الباب هي والعيال، تقول له ما تأكلناش من حرام، أكلنا من حلال، إننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على حر جهنم. الله يخليك. مين النهاردة بتقول كده يا عم الدكتور؟ ربنا يهدي. طيب المهم آخر حلم من اليوتيوب بعد كده نروح الفيسبوك. تقول السلام عليكم، رأيت قوس قزح وكان جميل جدا، ومن قوس قزح اللي هو فيه الألوان السبعة المعروفة، ومن اتجاهات مختلفة، مع العلم أني عزباء. يا سبحان الله، الألوان المختلفة عندما تتجمع والقوس قزح في المنام يدل على بشرى لك بأن تجتمع لك كل ألوان الخير، سواء كانت مادية نفسية اجتماعية، لأنه منظر جميل، منظر يشد القلوب والنفوس والعيون. فتجمع ألوان الخير بإذن الله تعالى. سبحان الله، علم عجيب، علم تفسير الرؤى. دكتور على اليوتيوب بقى، أسف على الفيسبوك، بتقول حلمت كذا مرة بعت الحلم بكل بس وتقرأ حلمي وما تكمل، لأنك يا معرفش اسمها مي ولا إيه، مش بتكتبي حلمي يا مي، أنت بتكتبي مذكرة دعوة. يعني بحس إن صفحة صفحة ونص،
اختصروا يا جماعة مش بالتفصيل، قولوا المشاهد المهمة في المنام، الرموز فقط خلاص بيتعرف. أما الواحد يصف بالتفصيل الشراب لونه كذا وكان فيه فتلة صفرة وبعديه فتلة خضرة وبعدين لقيت الشيء، إيه ده؟ فعش مش لازم ال... طيب تقريبا كده يعني الدعوة بتاعتكم مفعولها راح وعادت ال... الحمد لله تصلحنا للصلاة. أمل من الجزائر، السلام عليكم أخت أمل. ألو. مرحب يا أمل. عليكم. نعتذر عن هذا الخلل الفني ونعتذر ان انت يعني اتصلتي وما كنا سامعينك، اتفضلي يا امل. ما في مشكله، ما في مشكله. الله يسلمك. استاذ عندي حلمين صغيرين. عندك حلمين؟ حلم ايه صغيرين. اتفضلي. يعني استاذ انا في عندي شويه مشاكل شويه هموم، المره اللي سابقه يعني نهت على ساعه يعني. لا لا انا مش سامع يا امل. امل تاني تاني معلش تاني تاني ما اسمع تاني. قلت لك عندي هموم 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 بضعة مشاكل مشاكل يعني. مين هي اللي عندها مشاكل؟ أنا اللي عندي مشاكل. أيوة كده الصوت واضح. يعني صليت في الثلث الأخير من الليل وطلبت من الله تعالى أن يريني في المنام شيء كي يعينني. جميل. حلمت هذا الحلم. أيوة. حلمت أنني كنت مع صديقتي وهي دخلت الى دكان واشترت يعني قميص يعني ضيق ما عجبني، وانا كنت راح اشتري حقيبه ظهر لكن قلت لها هذه الحقيبه سوف تؤلمني في ظهري لن اشتريها. ايوه. بعدها مشينا ولما مشينا بدا المطر يتساقط علي. جميل. يتساقط المطر علي. بعدين التقيت بشخص، هذا الشخص كانت بيني وبينه علاقة جادة وانفصلنا الآن. بدأنا في التكلم وأنا كنت يعني هو يفسر لي ليش غضبان وأنا أفسر له ليش، وكنت أبكي أتكلم معه وأبكي، وقال لي ما رحمتيني. بعدين نهض. قال ما رحمتيني. قال لي ما رحمتيني وانا كان يعني كنت تبللت من المطر. وكنت اتكلم معه وابكي. طيب. والحلم الثاني دخلت مع صديقتي الى بيت هذا الشخص نفسه. لما دخلت وجدت سرير لشخصين في مدخل البيت، سرير لشخصين في فراش ابيض. لقيت سرير لشخصين في فراش ابيض في يعني في بيت أبيض. في بيت هذا الشاب اللي كانت مخطوبه له؟ نعم. اوكي. نعم في بيت هذا الشاب. اوكي. بعدين صعدت الى الطابق الثاني، في طابقهم الثاني، واتصلت باخته قلت لها ها انا قد وصلت. قالت لي كانت وراء الباب، كانت الباب مغلق وكانت وراء الباب وكان فيه شعاع ضوء. قالت لي كانت مع امها، قالت لي انتظري 5 دقائق وسوف افتح لك الباب. أنا أظن هذا المنام فسرته لك سابقا، الثاني ده. لا يا أستاذ لا لا، هذه المرة الأولى اللي أحكيه. طيب وسأفتح لك الباب، مين هي بقى اللي قالت لك كده؟ أخته؟ مين اللي قالت لك سأفتح لك الباب؟ أخته؟ أخته نعم أخته. شفت أنا فاكره إزاي؟ طيب ماشي هفسره لك. حاضر. شكرا. يا أمل. شكرا يا أمل. شكرا يا أمل من الجزائر. طيب أحبة الكرام لأن وصلنا إلى الفاصل، نذهب الآن إلى فاصل ثم نواصل، فانتظرون. يعني بحضراتكم حشتونا البريك دوت. ناخد باقي الاتصالات. معنا اختنا فاطمه من سوريا. السلام عليكم فاطمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا وغلا اخت فاطمه. هلا وغلا، تفضلي ست الكل. دكتور عندي رؤيتين معلش. تفضلي تفضلي يا فاطمه. دكتور اول رؤيه لاختي، طبعا هي اختي حاليا طلقت جديد من زوجها. ايوه ايوه، بس تبسمت اجراءات الطلاق الاخيره ولكن يعني طلقت، وشافت في المنام وكانها تلبس فستان عرس ابيض ولكنه قصير تحت الركبه، يعني مش ساتر على الاخير. وبعدين شافت لبست لابسه حذاء رجالي اسود باجرها، بس كانت تقول كنت شديده الجمال يعني جميله جدا، وكانت مبسوطه وفرحانه. هي الطلاق ده نهائي؟ طلاق بائن بيننا كبرى؟ كان طلاق ثالث يعني؟ والله يعني
لا هذا الطلاق تقريبا يعني نهائي يعني ناهين عنه، بس لسه ما تمت الاجراءات بشكل نهائي يعني، ولكن يعني المشاكل كثيره. مش ناويه ترجع هي يعني، شايفه المشاكل اكتر من انها ترجع؟ لا هو ناوي يرجعها ولا هي ناوي ترجع. الله يعوض كل واحد خير، وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. طيب تمام، الحلم الثاني. الحلم الثامن الثاني كمان لاختي، اختي شافت في المنام وحده قريبه لها مقربه منها. ايوه مخطوب حاليا هلا يعني، يعني تنخطب يعني بدها تخطب. مين اللي بدها تخطب؟ لا واحده واحده يا فاطمه، مين اللي هتخطب؟ قريبه اختك ولا اختك؟ لا قريبة أختي هتتخطب، فشافت قريبة أختي هي اللي بدها تنخطب، فشافت هذا اللي بده يخطبها جالس هو وهي، يعني البنت والخطيب جالسين جنب بعض، وبيناتهم خالت هذه البنت اسمها نجاة. خليتها اسمها نجاة. طيب بس كده اسمها نجاة جالسة بين الخطيب والمخطوبة. كويس. وفأختي بالمنام تقول لخالتها أنا بدي أسير غير هذه البنت، عشان يعني بتمزح معها، فجابت ريحان تفرسته بإيدها عشان تمسح به على خطيبها، بس الريحان ما فيه ريحة، ولكن ما مسحت فيه على خطيبها. يعني جابت ريحان وفركته فعلا. فركته ولكن ما في ريحه، ولكن ما مسحت فيها، حتى هي بدها تصير غيرتها يعني تمزح معها، ولكن ما مسحت فيها على الخاطر. كيف تمزح معها يعني؟ كيف تمزح معها يعني؟ يعني اخاف انه تغيرها يعني تصير غيرتها على الخاطر. يعني المخطوبه دي نفسها حبت تعمل كده عشان تخلي اختك تغير يعني ولا ايه؟ لا اختي هي نفسها بدها تغير المخطوبه، بدها تغيرها. فهي اللي عملت كده. طيب اللي عملت كده فركت الريحان بايدها، بس الريحان ما في ريحه، وفجاه دخلت امراه ارمله ومعها طفلين. بس هيك. هي اختك يعني ليها علاقه بصديقتك دي او خطيبها عايز يتقدم لاختك؟ لا هي علاقتها بهذه الانسانه جيده، هي طبعا هي اكل همهم يعني، بدها الخير لهم يعني. طيب ماشي، فما لها علاقه بالخاطب ابدا من بعيد. لا ما لها علاقه بالخاطب ابدا، ولكن اختي يعني بدها الخير لهم، ولكن هي بدها تنبح معها في المنام. طيب ماشي، حاضر استقل هجاوبك عليها. شكرا جزيلا يا فاطمه. شكرا فاطمه من سوريا. جزاك يا فاطمه. معنا مين؟ اخت ام عبد الرحمن من ابو ظبي. السلام عليكم ام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف دكتور اسرار؟ مرحبا ام عبد الرحمن، بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. لو سمحت عندي حلمين. تفضلي ام عبد الرحمن. الحلم الاول كنت طلعت على عماره انا وزوجي بمصعد عمارة على أساس أنه على طابق معين، بس المصعد ظل يرتفع بسرعة فائقة يعني على أعلى مستوى العمارة، يعني ظل يرتفع فوق مستوى العمارة نفسها. جميل. أنا كنت كثير خايفة، بس زوجي كان هادي يعني ما كان في مشكلة. بعدين فتح على طابق كان فيه شقة واحدة، ومكتوب على الشقة رقم الشقة 110111. كانت الشقة تحت الإنشاء، يعني طلع عامل البناء قال هاي الشقة لكم، بس مش هلا يعني مش هلا بعدين. بس زوجك داخل المشروع وانت قلقانة، او شغلانة وانت قلقانة انها تخسر؟ هو زوجي عم بيبحث عن عمل، يعني هو عم بدور على شغل صار له فترة، وشو في قلق بالبيت من هاي الناحية، هو يلاقي شغل ما يلاقي يعني من هذا الموضوع. لكن مش حاجة يحط فيها فلوس؟ لا ما في ولا مبلغ عايز ياخده منك أو حد ياخده من حد من أهلك؟ لا. طيب الحلم الثاني. أوكي. الحلم الثاني أنا وزوجي بالطيارة، وكانت الطيارة عم توقع، يعني في انفجار صار بالطائرة وعم توقع، فجأة فتح باب الطيارة. طبعا كانت الناس كلها عم تصرخ وخايفة، احنا لا انا ويا ما كنا خايفين، وفتح باب الطيارة ونزل منا انا ويا مظلات، يعني كل واحد مظلة، ونزلنا في تحتنا بحر، الناس كلها بالمي وقعت وعم تصرخ يعني، فاحنا حاولنا نساعد الناس اللي قد ما بنقدر من الناس اللي بالمي،
وبس حسينا المظلات بلشت بدها يعني تسكر، نزلنا على اليابسة عادي وكملنا طريقنا بدون أي مشكلة، يعني ما حسينا أنه إن شاء الله مش هيكون في مشاكل. الحلمين يدلوا على معنى واحد وواضحة جدا رؤية. بس عايز أسألك سؤال الأخير، زوجك شوية التزامه أكتر منك صح؟ لا يمكن أنا أكتر شوي. ما إزاي بقى وأنت بالخايفة في الحلم؟ يعني في الحلم الأولاني أنت خايفة، خايفة من المستقبل، خايفة من الوضع المادي، هو لا هو عنده ثبات انفعالي ما شاء الله عليه. فعلا قصدك الحياة، ما هو ده الالتزام بقى. أيوة يا حجة، يا حجة ام عبد الرحمن، الالتزام الحقيقي ان يكون الانسان متوكلا مش خايف من اللي جاي، لان عنده رب يرزق ورب هو يلطف بعبده، فهمتي؟ فانا خليكي معايا على الهوا بعد شويه افسر لك حلمك لانه مهم جدا جدا. شكرا ان شاء الله. عبد الرحمن شكرا لك، بارك الله فيك وفيكي، بارك يا عبد الرحمن، شكرا. معانا اختنا فاطمه من العين. فاطمه من العين السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبار الدكتور؟ الله يخليك اخت فاطمه، اعتذر ليكم عن انقطاع الاتصالات، يعني الله يعطيكم العافيه، حرام كان بس يعني حاجه وتصلحت الحمد لله. يلا مره واحده ان شاء الله ما تكرر. الله يسلمك، هلا الله يسلمك. طال عمرك انا حلمت نعم ان قدامي صحن في عيش رز، يعني ايوه، ولون حبات الرز اصفر وابيض. اصفر وابيض زين. نعم، وفوق السمكه مقليه كبيره. ماشي. وكل ما ادخل ايدي في الرز يعني في العيش تطلع لي قطع السمك ثانيه. يا سلام، يعني كل مره تطلع لي قطع ثانيه كل مره. الله. الله. وكلها مقليه، وكان في قدامي حد بس ما اعرف منو. كان في ايش؟ في حد قدامي قاعد ياكل معاي بس ما اعرف منو. ايوه، انت في شخص او وحده ما ادري، واحد او وحده داخله على شغل او بزنس او عمل ولا حاجه انت او زوجك؟ أنا داخلة على علاج. على علاج. علاج كويس. أطفال أنابيب. كويس إن أنت جبتي لي إيش الواقع، لأن كلما عرفنا الواقع كلما كان التأويل والتفسير دقيق. هذا الواقع دكتور. الحين أنا مقبلة على هالموضوع إن شاء الله خير. والله أبشري 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 من التفسير اللي هتسمعيه. شكرا أخت فاطمة. شكرا دكتور. هلا وغلا، هلا وغلا فاطمة من العين، شكرا جزيلا. معنا وقت أستاذي، معنا نور آخر اتصال. نور من أبو ظبي. أخوي نور السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. الأخت نور، الأخت نور. السلام عليكم. ما قاليش الأخ الأخت، عليكم السلام يا نور، هلا وغلا، تفضلي استاذ. يعطيك العافية دكتور. بارك الله فيكي، الله يسلمك. أستاذ عندي حلمين. بسرعة بس يا نور لأن أنت آخر أول تصال. حلم رأيت إن أنا أقبل يد والدي المتوفى رحمة الله عليه. يا سلام. ثم كان هو يعني ما ترك إيدي، ضل مسك إيدي وشد على إيدي وسحبني عند مجلس بيتنا حاليا انا ساكنه فيه. وجلس وكانت ام طليقي موجوده وكانت هيك زعلانه بالدائره. هذا الحلم الاول. ام طليقي تعمل ايه؟ كانت جالسه بس كانت بالدائره زعلانه، يعني كانت شو تسوي؟ مش عاجبها الوضع. مش عاجبها. ماشي. الحلم الثاني؟ الحلم الثاني رايت ان انا كنت اكلت كيك. حسيت في طعمه في تمي، كان طعمه كثير طيب كثير لذيذ. جميل. فقلت بدي اكل منه مره ثانيه. شفت الكيك ماكول منه بس كان من الشوكولا وكان من الداخل من الفانيلا البيضاء فقط. ماكول منه. متقدم لك حد متزوج قبل كده؟ لا لا لسه؟ لا. طيب مطلقه انا. ماشي بقى، ماشي خير، حاضر هجاوبك يا نور بعد بشويه ان شاء الله. شكرا نور من ابو ظبي. طيب معانا كده خلاص نفسر بالأحلام. أمل من الجزائر بتقول عندي مشاكل، وصليت قيام الليل وشفت صديقتي اشترت قميص ضيق ما عجبنيش، ده خاطب أولاني مش هيعجبك، وبعدين حقيبة بتؤلمني ده برضو خاطب تاني لن يعجبك، لكن في الآخر تساقط المطر والشخص، طبعا ربما يكون هذا الشخص اللي انفصلت عنه أو ما كملتيش خطوبة معاه، وهو طبعا انت ابتليتي بالمطر في الاخر، بقول لك ما رحمتيني، يعني كان الموضوع محتاج صبر شويه منك لحد ما يتحل. الحلم الثاني بتقول ان انا مع صديقتي كنا في بيت نفس الشخص ده، سريرين لشخصين، وطلعت الطابق الثالث قالوا لي في طلع شعاع من ورا الباب وقالوا انتظر سيفتح لك الباب. يبدو المشكله هتحل، يبدو هتحل بس هتاخد فتره بتاعه عودتك لهذا الخاطب ان انصلح حاله طبعا. نسبة لفاطمة من سوريا، أول حلم قالت أختي طالعة وبعدين تلبس فستان
كان ضيق قصير، طب معناه دوت ان هو طبعا خطوبة او زواج ما كانش مناسب، لكن ستعوض بإذن الله تعالى. الحلم الثاني، الحلم الثاني بعتبره نوع بس من انواع التنبيه لأختك ان هي ما تكونش يعني ما تحاولش تغايص في حد، بس باختصار اللي هي مسكت الريحان وعماله تقطع. مع عبد الرحمن من ابو ظبي، طالعه عماره بمستوى عالي يا ام عبد الرحمن، عماره بمستوى عالي، وقال لكم الشقه جايه بعد شويه، والمنام الثاني طياره وانفجار ونزلتوا بسلام، معناها مشاكل ماديه لكن هتعدي باذن الله، هتعدي وهتفرج عليكم ام عبد الرحمن، واضحه الرؤيه جدا جدا، نجاح. فاطمه من العين حلمت بصحن العيش فيه الرز وبعدين فيه سمك، وكل ما تضرب ايديها تطلع من الصحن بسمك، رزق يأتيك، والرزق مال إن كان مال، وإن كنت ترغبي في الإنجاب فهو رزق إنجاب بإذن الله، ويتحقق ما تتمني، وعليك بالدعاء والصدقة. أما بالنسبة لنورة من أبو ظبي، الحلم الأول تقبل إيد أبوها المتوفي وخدها للمجلس، وأم طليقة مش عاجبها، مالناش دعوة بأم طليقة، أنا ليه يا أبوك المتوفي، تقبيل يدي دليل برك وصدقتك على أبوك وطاعتك له في الحياة وبرك به بعد الموت. أما الحلم الثاني، كلت الكيك وكان طيب بس كان مأكل منه، ده خبر زواج لكن واحد يبدو ان كان مطلق او متزوج سابقا وانت مطلقة اصلا، فيعني متاكل من الكيكة دايما كده، لما كيكة متاكل منها يعني زوج كان له تزوج سابقا سوف يتقدم لك، والله أعلم وأعلم. اقبلين كان صاحب دين. حبة الكرام، بعد هذه الرؤية الجميلة نأتي لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. تحياتي للفيسبوك، تحياتي اليوتيوب، تحياتي لكل من شاهدنا، وأنا أعتذر مرة أخرى عن الخلل اللي صار في الاتصالات في بداية الحلقة، وإن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم، ونذكر دائما بكلمة من القلب إلى القلب، دوما أبشر بالخير.